يا صباح الخير، صباح الخير لكل الأشخاص يلي عم يحضرونا ويتابعونا يومياً. مع بداية هذا النهار والشمس بلشت تشرق، ينكسر هذا البرد وتعطينا كل الأمل والتفاؤل والطاقة الإيجابية. يسعد لي صباحك يا ورد. صباح الخير لك يا نور، ما في أحلى من الربيع اللي هيك ها يعني نسماته بلشت تهف على بلادنا. يا رب نسمات خير وبركة على كل السوريين. بدنا نصبح على شيف بشرة عزيز يلي صارت معنا اليوم ومجهزة المقادير لتبدأ طريقة التحضير بعد شوي. شو محضرين يا شيف؟ صباح الخير. يسعد صباحك. صباح الخير. اليوم معنا جاج بالفخارة ومعنا بطاطا مشوية ومحشية كمان. مشوية ومحشية وكمان جاج، يعني شيء مدعوم على الآخر. شكرا كثير لجهودك يا شيف. رح نبدأ معك طريقة التحضير من بعد شوي، ولكن اسمح لنا نروح لسؤالنا الجدلي اللي دائما نطرحه على صفحتنا على الفيسبوك اللي بتحمل عنوان صباح الخير على قناة سما يا نور. أكيد. رح نحكي اليوم عن الشخصين لما بيكونوا رفقة أو أحباب أو إخوات أو أي حدا بيناتهم علاقة عمل مثلا، بيفهموا على بعض من نظرة واحدة، ما بيكذبوا على بعض بشي ومتفاهمين، وممكن مثل ما قلنا بتطليعة بوجوه بعضهم يفسروا شو عم يعني الطرف الثاني وشو بيحتاج. هذا بيعني إنه كل واحد فيهم مراية للثاني، هيك بنقول باللهجة العامية. فكيف إذا كانوا هالشخصين هن رجال وامرأة متزوجين أو خاطبين أو بيحبوا بعضهم، بتكون العلاقة على درجة كتير كبيرة من المتانة وفيها كتير قدر من الوضوح والراحة النفسية وكسر لكل الحواجز الموجودة. هلا هيك مفروض يكون. أكيد برد وهم، مشان هيك نحن بنسمع الناس بيقولوا الرجل مرآة قلب المرأة، يعني قديش لازم يكون الرجل فهمان على قلب شريكته لحتى تكون العلاقة مريحة. هو بيفهم عليها شو بتحب فبيريحها، وبنفس الوقت بتكون ردات فعله مريحة له، وهيك بيكونوا هن الاثنين مرآة قلب بعض. هلا هيك لازم، بس هيك أكيد لازم. في أسر بلشت الزوجة تطلع بزوجها سمعان شايف. لا هلا كمان نحن مو بس نحن عم نحكي بهذا الموضوع، ممكن كمان الرفقات يعني هي هي. مثل انا ورد اذا نكون بقاعدين بجلسه فاذا خطر ببالنا بشغله فاذا طلعنا على بعض فنحن فهمنا على بعض شو عم نحكي او شو عم تحكي عقولنا. بس التطليعه هي اذا بيجي بعد ضحكه يا لطيف بنكون فضحنا. على كل حال على صفحه الفيسبوك الخاصه ببرنامجنا سالناكم السؤال التالي: يا ترى فعلا الرجل هو مرآة قلب المرأة والمرأة هي مرآة قلب الرجل والعكس، يعني اثنين بيفهموا على بعضهم من نظرة؟ شو رأي الناس بالتعليقات؟ رح نشوفها خلال الحلقة. ولكن الشارع السوري لما سألناهم هالسؤال رجع لنا اللي عمل الاستطلاع مشكورا بهالتقرير. فعلا الرجل مرآة قلب المرأة؟ اي حسب، انه احيانا اي احيانا لا. اي طبعا ما بعرف. اي اكيد طبعا الرجل هو داعم للمرأة، يعني كل امرأة عظيمة رجل. ما بعرف. بدنا نقول مرايتها، يعني اذا كانت فرحانة اذا كان بيفرحها. هذا معنى انا. اي تمام، اي تمام اكيد، يعني اذا كان كل ما كان منيح معه وكل ما حبها واحترمها اكيد هي رح تكون كثير مبسوطة وسعيدة، وكل ما كان معه بشكل ثاني حتكون العكس. اذا منيح معها اي بيكون مر يعني مرايتها وبكون حياتها كلها. كل ما كانوا متفاهمين اكثر كل ما كانت علاقتهم اوضح وكل ما كانوا بيشبهوا بعض اكثر. اليوم الرجل متى ما كانت المرأة سعيدة معه فهي رح تكون من جوا مبسوطة رايقة مشقرقة. والله حلا هوا حسب الرجال، اذا الرجال هني اكيد طبعا هذا الشيء لازم تصرفاته مع الامراه او تعامله مع هالانثى هاي. يعني الرجل اذا عمليا وعلاقته مع المراه يعني هي شغله كثير مهمه، موضوع القلبين مع بعض، واذا ما كان في توافق بين القلبين اساسا ما بيجتمعوا. هلا احيانا الرجل بيكون منيح احيانا المراه بتكون ما منيحه على حسب يعني نفسيه الواحد. هلا اكيد اذا كانت العلاقه مبنيه على الاحترام على الود تكون مو بس هي علاقه زوجيه، هي رفقه صداقه، يعني ممكن باي جلسه باي جمعه بيكون الاثنين فهمانين على بعض. صح. من كلمه فخلص مشيت الحياه وصارت كثير حلوه فليسة. وما في اي مشكله او اي عقبات ممكن تواجههم. هلا رح ننتقل لعند الشيف بشرى لحتى تبلش بالطبق وتعطينا المقادير. تفضل يا شيف. شكرا. رح نبلش بالجاج بالفخارة، أكيد رح نبلش بالمقادير وطريقة التحضير. مقاديرنا شوي كتيرة اليوم، رح بلش فيهم. عندي نص كيلو جاج، راس بروكولي، عندي 200 جرام فطر، أنا فصلت سيقان الفطر عن الحبات،
هلأ مع التحضير رح أقول شو السبب. عندي حبة بصل، حبة براسيا، 5 حبات ثوم مفرومين شرائح. البهارات هن ملح، فلفل أبيض، وجوزة الطيب. عندي كوب مرق دجاج، زيت نباتي. عندي 1/2 كوب قشطة، ونص كوب كريمة. وعندي جبنة شدر وجبنة أشقوان، 1/2 كوب 1/2 كوب تقريباً لهذا الطبق. رح بلش بالدجاج. أول شي رح أقلي الدجاج بشوية زيت نباتي، يعني تقريباً 1/4 كوب. هلأ بس ليحمى الزيت رح نزل الدجاج، ويعني بعد ما أقلب الدجاج مع الزيت رح بلش حط الخضرة. طبعاً الدجاج 1/2 كيلو صدور مقطعين مثل تقطيعة الشيش. رح تبل بي ملح وفلفل، حطينا الملح، رح حط فلفل أبيض. هلأ رح بلش نزل الخضرة كمان دغري. الدجاج رح يعني من هلأ بلش الدجاج عم يستوي، فعندي يعني رح ياخد استواء هلأ مع الخضرة، وبعدين لما رح حطه بالفرن كمان رح يكمل استواء. فمشان هيك أنا ما عندي مشكلة إنه نزل الخضرة دغري مع الدجاج. رح بلش بالبصل، بصلة مفرومة ناعم. أكيد كمان يعني بهي الطريقة دغري الدجاج رح يبلش ياخد نكهات البهارات والخضرة اللي عندي. رح أضيف بعد البصل الثوم، تقريباً 5 حبات ثوم مفرومين شرائح رفيعة. بعد الثوم رح أضيف البراسيا، تقريباً 1 حبة براسيا، 1/4 حبة البصل كمان مفرومة ناعم. طبعاً بضيف وأنا عم قلب لأنه النار عندي هون عالية ما بتركها، أو إذا بدي حطها على نار هادية هي رح تاخد شوية وقت أطول، يعني أنا بفضل بهي المرحلة تكون على نار عالية. بدي بس يتقلبوا الخضرة مع الدجاج بالزيت على نار عالية ويبلشوا ياخدوا النكهات من بعض. هلأ هون كمان رح ضل عم قلبهم شوي، بعدين رح أضيف مثل ما قلت أنا اليوم عم بستعمل الفطر الفريش 200 جرام تقريباً، بس فصلت الحبات عن السيئان. سيئان فرمته ناعم، أكيد سيئان يعني كمان ممكن أنا استعملهم بالطبخ، يعني في ناس ممكن ما يستعملون، بس يعني هن ممكن أني استعملهم. السيئان فرمته ناعم رح نزلهم مع الدجاج. هلأ الحبات ما رح أقليهم مع الدجاج، رح حطهم بآخر مرحلة قبل ما فوت الدجاج على الفرن. يعني الفطر الفريش ما بده كتير استواء، بس هون عندي السيئان رح يعطوا نكهة إضافية للدجاج وللمكونات الثانية. فمشان هيك فصلتهم عن بعض، يعني هون بضمن أنا بلشوا الحبات الفطر أو سيئان الفطر يتقلوا مع باقي المكونات، رح يعطوا طعم معاهم نكهة حلوة. وبعدين لما رح أضيف الحبات بآخر مرحلة قبل ما فوت على الفرن كمان رح يضل عندي طعم الفطر الفريش بالطبق. هلأ هون يعني الدجاج تقريباً بلش يغير لونه، رح أضيف البروكلي، عندي تقريباً راس قطعتهم قطع تقريباً يعني تناسب قطع الدجاج. هلأ لبين ما يتقلوا مع بعض الخضرة اللي حطيناهم مع الدجاج مع البروكلي وسيئان الفطر، رح أترككم تابعوا هاي المادة عن البروكلي، أكيد فوائده ومضاره إذا كثرنا منها ومنها.
رجعنا نكمل باقي مراحل طبقنا لليوم. هلا بالنسبة للخضرة بلشت عم تتقلى، الجاج تقريبا يعني بلش عم يستوي عندي، باعتبار انه انا ضفت الجاج اول شيء، فانا عطيته وقت لحتى يعني هو طبعا يعني اهم شيء عندي الجاج يكون مستوي منيح، فعطيته وقت لحتى هو يبلش بالاستواء اول شيء. باقي الخضرة ما بدي اياهم كثير يتقلوا، لانه مثل ما قلت انا رح ارجع فوت هاي المكونات على الفرن، فهن رح يكملوا استواء، واكيد هيك بضمن انه الجاج استوى عندي. هلا عندي هون كوب مرق دجاج، رح احطهم معاهم وبس بلشوا يغلوا المكونات مع بعض. بس بلشت تغلي، عندي نص كوب كريمه ونص كوب قشطه كمان رح اضيفهم على الخليط، رح اخلطهم مع بعض. اذا حسيتهم شوي سماك انا ممكن اخففهم بشويه مي او شويه عصير ليمون، اذا حابه اضيف عصير ليمون لهي الوصفه. هلا هي القشطه وهي الكريمه رح اضيفهم مع بعض. هلا هنا النوعين اللي عندي اياهم هون شوي سماك، فمثل ما قلت يعني انا ممكن خففهم بشويه مي او ممكن اضيف شويه عصير ليمون، وعلى الاغلب انا رح اضيف عصير ليمون، بس بالاول رح خلطهم لاتاكد من سماكتهم. وما بنسى انه انا عندي كوب مرقه الدجاج كمان، يعني هذا سائل ضفته للمقادير الثانيه، وما بدي الاكله هي تكون كثير مريئه، يعني بدي اياها تكون سميكه وماسكه حالها. هلا هون بدها شويه مثل ما قلت مي او عصير ليمون، رح استعمل عصير الليمون يعني تقريبا معلقه. اذا ما بدي احط نكهه حامضه بالطبق ممكن خففهم بشويه حليب او شويه مي كمان بيمشي الحال، هي بس انه ما تكون كثير سميكه وقت بدي اضيفها، واذا عم بستعمل نوع يكون مريء شوي ما في داعي لاي اضافه. هلا رح احط القشطه مع الكريمه. اكيد انا بدل القشطه والكريمه يعني انا عم بستعملهم اليوم، بس انا فيني استعمل بدالهم صوص البشاميل، يعني انا اذا ما بدي احضر او ما بدي الاكله تكون شوي دسمه ممكن استعمل صوص البشاميل اللي هو طحين زبده مع حليب مع جوز الطيب وفلفل ابيض وملح. كمان ممكن استعمل طحين مع زبده او مع زيت، قليهم شوي وضيف كتر مرقه الدجاج. كمان يعني بهي الطريقه بتطلع عندي الوصفه شوي اخف. هلا هون بعد ما كمان يرجعوا يغلوا شوي مع بعض رح اطفي النار، بس بدي اول شيء يغلوا ويتجانسوا مع بعض. رح اطفي النار، رح اضيف الفطر الفريش اللي تركناه، رح اضيف عندي معلقه صغيره جوزة الطيب، هدول رح اضيفهم بعد ما هون يغلوا شوي ويعني يبلش المزيج عندي يتماسك. بعدين رح احطهم، انا هون محضره الفخاره، يعني هدول المقادير تقريبا بيكفوني لاربع اشخاص، فانا ممكن يعني قياس الفخاره اللي عندي ممكن يكفي شخصين، فانا حضرت تنتين رح احطهم بالفخاره بعد ما اضيف الفطر وجوز الطيب. بعدين على الوش رح استعمل جبنه شيدر وجبنه قشقوان، اكيد ممكن استعمل اي نوع جبنه متوفر عندي، بس هدول النوعين كثير بيعطوا طعم يعني بيلبقوا مع النكهات الثانيه اللي موجوده عندي. هلا هون تقريبا صارت جاهزه، رح احط الفطر بعد ما اطفي النار، حط حبات الفطر الفريش اللي انا قمت السيقان منهم وفرمتهم بشكل شرائح، رح احط جوزة الطيب. هلا رح اعبيهم بالفخارات اللي محضرتهم، وعلى الوش رح احط جبنه قشقوان وجبنه شيدر وجبنه قشقوان على الوش. وبعدين هلا مو دغري رح فوتهم على الفرن لانه هن ما عاد ياخذوا وقت كثير، يعني تقريبا بدهم شي 10 دقائق ربع ساعه بالفرن مو اكثر من هيك. فبنهايه الحلقه قبل التقديم تقريبا بربع ساعه رح احطهم بالفرن بس لبين ما تذوب الجبنه. اكيد لوقتها للمرحله الثانيه اللي رح نحضر فيها البطاطا المشويه والمحشيه انا رح اترككم تكملوا باقي الفقرات، واكيد رح ارجع لكم بالمرحله الثانيه. شكرا كثير لك يا شيف. شكرا يا شيف. كلمه مشويه لحال تثير الشهية، وكلمة محشية أيضا أكسترا، فمشوية ومحشية نلعب على الكلمات متشوقين لآخر الحلقة. شكرا يا شيف. مشاهدينا مهم جدا يكون مكان عملنا مريح سواء بالإضاءة أو حتى بالعناصر الهندسية اللي بتشكل الديكور الداخلي،
بالمكان، ومهم ايضا يكون هذا الديكور على الموضه ومواكب للحداثه. كرمال هيك خصصنا فقرتنا الحاليه بالديكور لنحكي عن موضه 2020 بديكورات المكاتب والعيادات، ففي كتير معايير لازم تكون متبعة بالعيادات، إن كان من السلامة الصحية، إن كان من الراحة النفسية للمريض، وإن كان كمان من سهولة الحركة داخل هالعيادة. رح تخبرنا تفاصيل مهندسة الديكور الأستاذة علا شاهين. صباح الخير. صباح الفل. يسعد صباحك أستاذة علا، وأهلا وسهلا فيكي. خلينا بالبداية قبل ما نفوت بفقرتنا ناخد منك الخطوط العريضة لـ 2020. أول شيء صباح الخير. صباح النور. 2020 عام جديد بلش علينا، بس نحن بنفس الوقت عنا قواعد وأسس متبعة بنحاول ما نطلع عنا، ولكن بنعدل عليها. تمام، بنعدل عليها، بنضيف لون، بنغير بهي. هلا بشكل عام لحتى أصمم مكتب أنا مفروض إني أعطيه جدية لهذا المكان، أعطيه شوية فخامة، لهيك بحاول أخذ الخطوط المستقيمة، الخطوط المتعامدة، الخطوط المتقاطعة. أما بالنسبة للعيادات والمراكز الصحية أنا لا، بدي أحس براحة نفسية، بدي أعطي طمأنينة لهذا المكان، فأنا بتبع الخطوط اللينة، الخطوط المنحنية. وبشكل عام كل مكان له ألوان اللي بتعطي رمزية أو بتعطي إحساس لهذا المكان، بتختلف عن بعض. تماماً، بتختلف عن بعض. خلينا نروح للمكاتب بالجزء الأول، وبعدين بعد شوي بنحكي عن العيادات. المكاتب كمان بتختلف حسب الوظيفة التشغيلية يلي بيشتغلها صاحب المكتب. أكيد. مثلاً مكتب محامي غير مكتب المهندس، غير مكتب مثلاً العلاقات العامة أو الدعاية والإعلان، غير مكتب الديكور أو مهندس الديكور مزبوط. والفنان مزبوط. كيف نحن بنستوحي الثيم العام للمكتب؟ أنتوا كمهندسين ديكور محترفين كيف بتفكروا مع الزبون شلون بدي أعمل له مكتب؟ تمام. أول شيء مثل ما حكيت حضرتك، أنا لازم أفهم طبيعة العمل اللي عم تصير بهذا المكان. غالباً المكاتب والشركات هي مكان بيقضي فيه المستخدم وقت طويل وفترة طويلة، فهذا الشيء رح يأثر على نفسيته، بالنهاية رح يأثر على إنتاجيته بهذا المكان. لهيك أنا المفروض كل مكان يلحقه ثيم معين. هذا السيم هلا، او مثلا فيني اتبع لموضوع اني التزم بتراتبيه او هرميه بالتصميم، يعني انا هاي العناصر حاعطي الاهم ثم الادنى فالادنى. تمام، فالاقل اهميه مثلا انا بقدر اخلق عنصر محوري او فوكال بوينت بهذا الفراغ. هذا الفوكال بوينت ممكن يكون تابع لمضمون هذا المكتب، يعني اذا مكتب محامي فانا عندي مثلا اول شيء بيخطر على بال الواحد ميزان العدالة، المطرقة مثلا. تمام، ممكن اتناقش مع الزبون شوف هو شو اللي بيحب، منحور فيه، منجرد فيه، منعمله فوكل بوينت، بيقدر الزائر اللي حيجي على هذا المكان يضل متذكر هذا الشيء وعلقان بذهنه لحتى يغادر المكان. حلو. طيب هلا نحن وياك هلا عم نشوف على الشاشه المكاتب والعيادات، هلا العيادات مرقت، هلا المكاتب عم نشوف كيف بيكون تصميمها. طبعا كيف نحن بناخذ بعين الاعتبار العناصر الهندسيه المستخدمه؟ قلتي في شيء مهم، في شيء اهم، او في شيء اقل هيك بالتدريج. خلينا نبلش نحكي عن العنصر الاهم لحتى ننتقل للعناصر الادنى نوعا ما. هلا العنصر الاكثر تاثيرا بهيك مكان هو غالبا مواد الاكساء او الالوان. انا بمكان العمل بحاول اعطي طابع الرمزيه، طابع الجديه، طابع الفخامه، لهيك بنلاقي انه اغلب الاماكن خشب، الالوان درجات الخشب الغامقه، ممكن ادخل الرخام القاسي، الفخم، الجلد. تمام، الجلد بالمشروع فيكي تشرحي منه استاذه علا. هون عندنا درجات الشوكولا، درجات القهوه من الا، هون درجات الحياديه كمان. هلا غالبا بمكان المدير انا شوي يعني بتفرق، انت لما بتصممي مكتب المدير عن لما بتتجه لتصميم فراغ العمل تبع الموظفين. مكتب المدير غالبا بيكون اكثر جديه، اكثر ثقل. فراغ العمل تبع الموظفين غالبا حيادي، ولكن فيه شيء ان كان باللون او بعنصر اناره، هذا الشيء بحفز على العمل، يعني شوي لازم يكون حيوي. تماما، لازم يكون حيوي. يعني مثلا ممكن ناخذ درجات الرماديات، درجات البيج الابيض. أوكي. بس دخل لون الاخضر، الأخضر، الأصفر بقوة، هي ألوان الطبيعة اللي بتعطي الحيوية، بتعطي النشاط. تمام. طيب إذا أنا بدي روح للعيادات، العيادة فيها غرفة معينة، فيها غرفة انتظار، فيها ممكن مكتب سكرتاريا، شو ممكن يكون الثيم العام للعيادة؟ ليش منشوف العيادات نحن أبيض؟ معظم عياداتنا أبيض، دكتور الأسنان، دكتور داخلية، صدرية، وين ما رحنا
ابيض العياده ليه؟ مزبوط، الابيض لانه لون بيعطي سلام، بيعطي نقاء، بيعطي نظافه، ما فينا نستغني عنه بالعياده، ما فينا نجي نحط اللون الاحمر الاورنج بعياده ما حتتقبله. ممكن هذا الشيء يدخل بعياده اطفال، اوكي ممكن ندخل الالوان القويه، الالوان كرسوم كرتونيه. تمام، رسوم كرتونيه جداريه، ممكن اوقات تدخل بقطع، هلا اذا بتقطع الصور في قطع ممكن سرير المريض او سرير الطفل يكون هو بحد ذاته قطعه كرتون، هلا هذا الشيء بيرجع لجرأة الطبيب حيقبل هذا الشيء بمركزه او لا. اما مثل ما حكيت حضرتك الالوان الابيض الازرق، لانه هي الالوان هي اللي بتعطي شعور بالطمانينه بالراحه، يعني هذا مكان عم يزوره المريض، المفروض من اللحظه اللي بفوت فيها للحظه اللي بيطلع فيها هو يكون رايق رايق مرتاح. حتى الاضاءه، انا مثلا اضاءه المكان الانتظار ومكان السكرتير حتكون إضاءة هادية خافتة، معنا مباشرة، معنا مزعجة، ما بتعطي. هلا نشوف العيادات الأطفال. تمام، شوفي مثل الألوان اللي قلتيها، ألوان جريئة، شوفي السرير هون سمكة، بصير الطفل يتقاتل مع أهله أنه بده يطلع على السرير. تماما، إيه أنه خلاص ما عاد في عنده خوف. هون كمان عنا ديكورات. هلا هون عم نشوف انه باص، هدول الشغلات يلي ممكن نحن نلعب عليها مشان وقت الطفل يزور هذا المكان ما يكون في عنده خوف. تمام. دائما يكون في شيء عنصر جذب اذا فينا نقول، لحتى هو دائما يقدر يروح على هذا المكان ما يكون في عنده تخوف ويبعد عنه. طيب الاضاءه بالمكاتب العاديه، بمكاتب الموظفين، كيف لازم تكون؟ نحن شو الشيء لازم ناخذه؟ اضاءه بيضاء صفراء او لا نحن فينا نعدل على الاثنين؟ في عند الاجتماعات لازم يكون في إضاءة معينة ولا لا نحن إضاءة بنختارها حسب بقى رغبة كل شخص؟ لا، هلا في قواعد مثل كل شيء، في قواعد وفي احيانا شوي بناخذ ذوق الزبون شو هو بحب. القواعد انه انا بمكان العمل او بفراغ الموظفين المفروض تكون الاضاءه كثير واضحه ومباشره. بنعتمد الاضاءه الطبيعيه، الستائر بتكون خفيفه نوعا ما لحتى تقدر تدخل هي الاضاءه الطبيعيه استفيد منها قدر المستطاع، اضافه لاناره موزعه بشكل متساوي. اما بفراغ الاجتماعات هو فراغ فيه شويه جديه شويه رسميه، انا بدي العب شوي بالاضاءه، ممكن نعمل ديكورات إضاءة مخفية مو إضاءة مباشرة، خصوصي إنه هاي الإضاءة ممكن تنطفى لما بصير في اجتماع أو عرض على البروجيكتور أو شيء على الشاشة، فهذا بده يكون مدروس كثير. تمام، أخذ بعين الاعتبار. إضاءة المكتب المدير كثير ممكن تكون متنوعة بين إضاءة مباشرة أو إضاءة غير مباشرة، إضاءة موجهة، إضاءة مخفية إن كان وراء المكتب، ممكن نعمل ديكورات بالرخام. هلا الرخام في أنواع، ممكن تكون هي بتتحمل إنه تعكس هاي الإضاءة أو تشفها. والموظفين العاديين كيف ممكن احنا نختار لهم الإضاءة اللي ممكن تناسب ساعات العمل الطويلة وتكون مريحة بنفس الوقت؟ تمام، مثل ما قلت لك، هي أهم شيء إنه يكون في إضاءة طبيعية، إضاءة الموزعة المنتشرة بشكل، إضاءة صناعية حتكون موزعة بشكل متساوي أكيد، بس بدنا نستفيد قدر المستطاع من الإضاءة الطبيعية لأنه هي كمان حتعطيه طاقة لهذا الموظف. صح، عم يقضي 8 ساعات بمكان عمله، مفروض يشوف كان الشمس، بمكتب مشترك والله مفروض يشوف الشمس وبقوة كمان هذا الموظف. يعني ما فينا نحطه بمكان مغلق، هو ما حيرتاح، لو كانت اضاءته متساويه نفسيا ما حيحس بها. تماما. طيب خلينا نحكي عن عنصر مهم كمان، اليوم في كثير ناس ببالغوا بمكاتبهم، يمكن ما بيصدقوا امتى يصير عندهم مكتب ليحطوا شو بيخطر على بالهم، تحف واثريات وصور على الحيطان، وكمان وين ما مشي الشخص ممكن يتفركش، يكون في اكسسوار ويكون في قطعه طاوله او كنبه، مزبوط احنا نعجقها؟ كثير غلط هذا الشيء، غلط اول شيء للزائر يلي رح يجي لعندك، وغلط حتى لمستخدم هذا المكان، هو مع الوقت حيمل وحيدخل او ما حيحس بالراحه بهذا والتنظيف. المكان والتنظيف، قد ايه بده تنظيف؟ تماما، التنظيف هي حكايه ثانيه. هلا بالنسبه للشخص الزائر، انا اجيت على مكان معجوق، شو استفدت اني انا شفت هذا الكمل؟ ها انا ماني جايه على متحف. مثل ما حكينا موضوع التراتبيه او الهرميه بالتصميم، هو هلا يعني هو الشيء الحديث اللي عم يتبع، اني انا احط نقطه، انا بكفيني مثلا بقلب هذا الجدار ان كان ابليك او تريا بهذا المكتب رح تلفت نظري وتبقى بذاكرتي وخلاص، وما تبقى من عناصر تشكيليه هي تابعه لهذا العنصر. تابعه ومكمله، ما بصير تكون مشوشه، يعني في كثير فرق بين انها تكون مشوشه لهذا العنصر او تابعه له. طيب خلينا ناخذ منك نصائح اخيره لكل الاشخاص يلي عم يحضرونا، وخاصه الاشخاص المقبلين لحتى مثلا يعملوا مكاتب، يصمموا من حيث الديكور، الاكسسوار، المواد الموجوده، الاضاءه، الستائر، يعني كل هدول القصص يلي ممكن نحن نقدم له فيها نصيحه. تكامليه الفراغ،
باختصار تكامليات الفراغ كل شيء لازم يكمل بعضه. يعني مثل ما حكيت حضرتك من شوي انه في عالم بتحب الالوان البيضاء وفي عالم بتحب الالوان الصفراء. طب انا لما بدي اخذ الجو الاصفر او هذا كله بيتبعه الاكسسوارات لازم تلحق فيها الجلد لون الجلد درجه الجلد. ما فيني غمق المكتب كله اختار درجات الرخام غامقه الخشب غامقه الحجر غامق الجلد غامق هذا الشيء ما عاد بقى مريح. فتت على غرفه تعذيب هيك تماما تختنق جوا. فانا لا انا بختار الوان مريحه بس بنفس الوقت الوان فخمه. وهلا في قواعد هي تفاصيل بقى بتبقى مثلا انا مكان العمل المفروض يكون له عزل شوي عن الضوضاء الارضيه باركيه او موكيت ما تطلع كثير اصوات مشان ما يصير تشويش على الموظفين. تمام ما ضل غير نتشكرك كثير لوجودك معنا يسعد صباحك ونتمنى الكل هيك من المشاهدين الله يرزقه مكتبه الخاص ان شاء الله امين ومكان عمله الخاص. شكرا كثير ان شاء الله. شكرا شكرا على صباحك. ابتكار قديم بيحمل فن بلمسة أثارت أعجابنا وقت كنا صغار. آلت الخياطة اختراع ساعد العائلات على توفير وقت وجهد بتصنيع الثياب بالبيت أو حتى المصانع بمرحلة لاحقة وتواجدت بأنواع مختلفة بالأسواق. لنعرف رحلة هاي الآلة عبر التاريخ رح نتابع سوا تقرير سارة مرتضى. وفر الراحة، المجهود، الوقت والمبالغ الباهظة وأصبحت جزء أساسي من حياتنا اليومية بخياطة الملابس، الأحذية وغيرها. آلة الخياطة لقبها الكثير ملكة الاختراعات للنساء وأحدثت ثورة بالعمالة المنزلية. بدايات الخياطة كانت من 20,000 سنة مع إبر مصنوعة من العظام استخدمت بخياطة الجلود ليلبسها إنسان العصر الجليدي. مع مرور الوقت اكتشف علماء جيولوجيا مجموعة من أدوات الخياطة مكونة من إبر مصنوعة من الحديد وكشتبان. وصولاً للعام 1755 مع صنع المخترع الألماني كارل واينستون أول إبرة لآلة الخياطة. بعام 1790 اخترعت أول ماكينة للخياطة على يد البريطاني توماس سانت وكانت تستخدم خيط واحد عوضاً عن الإبر لعمل ثقوب بقماش الخيش والجلد. عام 1830 اخترع الفرنسي بارتيم ليثيمونييه آلة خياطة تستخدم فيها إبرة تطريز بتتحرك فوق القماش للأسفل عن طريق دواسة مرتبطة بخيط بتعود لمكانها ووضع السابق عن طريق النابض. ابتكارات عديدة لكن التنافس ما كان حقيقي لآلة الخياطة اليدوية. فحتى عام 1846 لما صنع الياس هاوي ماكينة بإبرة بثقب ومكوك بتقوم بالخياطة بشكل مستقيم إلا أن ما لاقت شهرة. عام 1851 كان عام التحول بماكينات الخياطة لما اخترع إسحاق سينجر أول آلة بذراع صلبة وطاولة تدعم القماش بشكل عمودي مع دواسة بتحركها الأقدام بدلاً من الإيدين. استمر سينجر حتى عام 1877 وصمم أول آلة خياطة كهربائية طرحت بالأسواق عام 1905 وأصبحت موجودة بكل المنازل بالعالم وبمصانع إنتاج الألبسة لوقتنا الحاضر.
يسعد صباحكم مرة تانية. الوجبات السريعة مذاقها لذيذ وشهي، وصارت فئة كبيرة من الشباب مو من هلأ من زمان يتجهوا لهذا النوع من الأكلات، لكن مثل ما منعرف ومنأكد مع الاختصاصيين يلي منستضيفهم إنه مضارة كتير كبيرة حسب دراسات عالمية. أيضا رح نروح لهالتقرير يلي بيرصد مدار الوجبات السريعة وآراء الناس فيها باستطلاع للرأي، يمكن نحن منشوفه لما نسألهم بالشارع أو لما منقرأ دراسات عالمية. الوجبات السريعة أو أكل السوق مفهوم قديم بداية ضمن المدن المتقدمة بغرض استغلال الوقت واستغلاله لتأدية المهمات والأعمال. كانت عند الرومان منصات أو أكشاك بتقدم الخبز والزيتون، وشرق آسيا شوربة النودلز والخبز المفرود والفلافل بالشرق الأوسط. بيعتقد كتير من الناس أنه رغم انتشار هاي الوجبات خاصة بين فئات الشباب، لكن بيبقى للطعام يلي بتعده ست البيت طعم شهي ومختلف. بتفضلي أكتر أكل البيت ولا أكل الشارع أو وجبات السريعة؟ صاير هلأ الأوفر أنه أكل الشارع. لا أوفر، مو أوفر، ما بظن أوفر. لا شك طبخ البيت. وجبات السريعة. لا أكل البيت أطيب. والله الاثنين طيبين. وجبات سريعة. لا أكل البيت. وشي أنظف، بعرف حالي شو عاملة، شو طابخة، شو حاطة فيه. أنا بالنسبة إلي بفضل أكل البيت. صحياً بتأكد دراسة جديدة نقلتها صحيفة الديلي ميل البريطانية أن الوجبات السريعة بتسبب 50% من حالات الوفاة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بسبب احتوائها على الصوديوم واللحوم غير المجهزة. على أكل البيت برا بتقبله أكتر، خاصة إذا كان معك رفيق يعني بياكل ما شاء الله. لما أكون مستعجلة بحب أكل أكل سوقي. هلا شباب هالأيام هيك، هذا الجيل هيك على الأكلات السريعة، ما عاد خالص منو ربيان على الجيل القديم. مثل الجيل القديم أكل البيت نعرف إنه بضر، بس تضلك تأكله ما فيك. أطيب وأنظف شغل البيت. هو أنظف بس برا أحلى، بتقبل مع رفقاتك معي أكتر. أحياناً باكل برات البيت بس بفضل أكل البيت. إيه يعني قلت لك حسب الطبخة، يعني إذا طيبة مثلاً ملوخية أو شي شغلة هيك أحسن من أكل السوق. المضطر بيأكل بالشارع، أنا من المضطر أكيد. إذا عنده ببيته يحمس خبزة ويأكلها حاف أفضل ما يأكل شغلات ما بيعرف شو مضمونة. منظمة الصحة العالمية كانت ولا تزال بتوجه تحذيرات مستمرة من خطورة تناول هي الوجبات، خاصة أنه عدد متناوليها يقدر بالملايين حول العالم أجمع. وأعلنت المنظمة من فترة قريبة بأنه تناول اللحوم سابقة التجهيز ربما يؤدي لاحقاً للإصابة بمرض السرطان. بفقرتنا الطبية التجميلية لليوم رح نحكي عن موضوع تجميل أجفان العيون، فشو هي تفاصيل هاي العملية ومين بيقدر يعملها؟ رح يخبرنا كل التفاصيل الدكتور شادي رحمة الاختصاصي بالجراحة التجميلية. سادي صباحك دكتور. صباح خير. صباح خير لك يا دكتور، أهلا وسهلا فيك. يعني موضوع مهم جدا وما بيتخبى بالتقدم بالعمر، بيتعرض الرجل أو السيدة لترهل بالأجفان العلوية أو حتى السفلية وزيادة بالنسيج الجلدي، خلينا نقول الأمر اللي بيؤدي لمنظر مزعج نوعا ما. شو يعني شد أجفان طبيا وشو آليتها التقنية؟ مثل ما تفضلت نور، يعني العيون، عفوا الورد، العيون هي مرآة النفس، فأي شيء يعني مشاكل نفسية، أي شيء بيعكر النفسية بتلاقي بيظهر على العيون. يعني أحيانا بتكون أنت تعبان شوي من عيونك بيعرفوا أو كلمة من عيونك أنا عارفان. فأي شيء هو مرآة النفس. يعني أحيانا مثلا بتلاقي في عنا سواد، خاصة بالنسبة للصبايا الصغار، سواد، ترهل بالجلد، فرأسا بيتهموها أنت مدخنة، أنت بتاخذي بتعاطي شيء، الشباب بتعاطي شيء، فهي مرآة النفس. لذلك وهي منبع الطاقة الحقيقة، يعني دائما نحن بعملية
شد الاجفان او تجميل الاجفان على طول بنحرص كجراحين تجميل ونعطي الطاقه الايجابيه. تمام. فاي شيء بياثر على هالاشراقه هي اللي تطلع من العيون او اي شيء بياثر على نظره العين دائما نحن بنلجا لعمليه تجميل الاجفان، سواء مثل ما تفضلت الزياده بالجلد بتلاقي العيون اللي بتلاقيها نازله من على الجانب او زياده بالكتله الشحميه بالشحوم بتلاقي العيون بالعاميه بنقول منفخه عيون منفخه او الهاله السوداء، كل هالموضوع هذا ممكن نحن نعالجه بتجميل او شد الاجفان. طيب دكتور خلينا نفوت باليه العمليه، مين هن الاشخاص اللي بيقدروا يعملوها؟ اكيد مو بس الستات المتقدمين بالعمر، نحن عم نشوف صبايا بالعشرينات عم نشوف في ترهل عندهم، هل هن قادرين يقوموا بهذا الاجراء؟ مزبوط، الحقيقه الحياه العصريه نور والتطور السريع والتدخين والاراجيل والكمبيوتر، القعده على الكمبيوتر لفترات طويله، شاشات التلفزيون، كل هالامور هي الحضاريه اللي صارت عندنا اللي صارت اخر 20 سنه، كل هالشيء ادى لاجهاد او ارهاق العين. دائما بس الشخص يقعد 8 او 10 ساعات على الكمبيوتر عامل بهالحركه هي بتلاقي في تقلص بعضلات العين، اتساع بالاوعيه، كله هذا بيؤدي لترهل، سواء اما زياده الجلد بتلاقي الجلد نازل من على جوانب العين لدرجه احيانا ممكن بعد مع تقدم العمر يمنع الساحه البصريه الجانبيه يغطي الحدقه، او انه اذا كان في عندنا انتفاخات خاصه بالاجفان السفليه ممكن نعملها، فهي ممكن بالاعمار الصغيره اللي حوالي مثل ما تفضلتي نور 20 25 سنه صحيح. ممكن نعملها لكن بتكنيك اخر، يعني نحن بنفوت على الكتل الدهنيه من داخل العين، من الملتحمه لداخل العين وما بنعمل اي شقوق خارجيه، فهو هالعمليه هي ممكن تنعمل باعمار صغيره لكن بتكنيك مختلف، بالاضافه للشكل التقليدي منها اللي بيصير بسن 30 لل 50 سنه اللي هو ترهل بالجلد. تمام، يعني مهم جدا التقنيه لانه نحن عم نتعامل مع منطقه جدا حساسه وضيقة. وجدا مباشره للرؤيه بالنسبه للشخص اللي عم يشوفنا. مزبط. طيب في مشاكل بخافوا منها كثير اللي بدهم يعملوا شد اجفان، هم الشتر، يعني نحن بنشوف انه العين يا اما قشطت لتحت يا اما الفتحه ما عاد يصير في اطباق وفي دماع مستمر. مزبوط. وفي جفاف. مزبوط. ليش بيصير هيك؟ يعني هي اهم نقطه بالمقابله اليوم. يعني دائما عمليه شد الاجفان او تجميل الاجفان هي بشبه لك اياها مثل عم يمشي على الحبل، يعني هي جراحه المليمترات، مليمتر زياده ممكن ياثر بالنتيجه النهائيه، فدائما نحن يعني انا كجراح تجميل أنا حرصي الدائم بعملية تجميل أجفان وقضينا فترات طويلة حتى وصلنا لهالمرحلة لهالخبرة بالموضوع، دائما نحن بنعطي نظرة طبيعية، أنا بعد عملية تجميل أجفان إذا بدها تكون النتيجة غير طبيعية فأنا بعترف إنه أنا جراح تجميل فاشل، دائما دائما النتيجة لازم تكون طبيعية، فدائما أول شيء في عدة أمور لازم تكون ستريك، لازم كثير نتبعها وما نتخلى عنها، يعني أول شيء لازم نعمل العملية بتخدير موضعي، لازم نستخدم أدوات كثير سمينة وأدوات كثير حرفية لأنه بتعرف نحن عم نقص جلد كثير رقيق، فنحن الادوات تبعنا الجراحيه لازم تكون كثير دقيقه، لازم نعرف الاستطباب، يعني ما مشان نحن نحقق ارتياح المريضه اكثر او نبسطها اكثر او لانه جارتها شدت اكثر نروح نشد زياده وبالتالي تتعرض لعمليه شتر. احيانا القطبه اللي تفضلت فيها انه اذا عملنا قطبه كات ايز اللي عم تصير تماما هي بتضيق فتحه العين، يعني فنحن ما لازم نجتهد كثير، لازم نحرص على الطبيعيه، انا بس ارسم رسمه تجميل اجفان قبل العمليه بكون كثير حريص على شغلتين، اول شيء النتيجه الطبيعيه والطاقه الايجابيه، هذول كثير مهمين، اما ما بدي انا اجتهد زياده مشان انا اكون يعني مغرور بحالي كجراح والمريضه تكون مرتاحه اكثر او معجبه فيي اكثر، انا ضرها، لانه الواحد بالعمر بيعمل عمليه مره واحده، فلازم يكون حد يكون كثير حريص. ونحن اذا قصينا زياده ما نقدر الاصل لزق. زياده، الاصل زياده هو الشتر، يعني الجلد بيقصر ما بيقعد في عندنا جلد، قاصين زياده فبتلاقي العين شتريت. العين تضيقت لانه نحن عملنا قطبه جانبيه ما محلها المضبوط، فهي الامور كلياتها يعني مع الخبره والمهاره تبع الجراح ممكن نتلافيها. طيب دكتور هلا صرنا عم نسمع انه شد جفون بدون جراحه، عيون بدون جراحه، الكات ايز بقطبه صغيره بدون احنا ما نشد جفون، احنا ما نتعرض لتخدير، ما نتعرض لعمليه جراحيه، كمان عم نشوف تكنيك جديد انه باليه الحرق بالجفن من فوق ومن تحت، اسبوع بعد ما بتصيب الحرق انشدت الجلده، نحن ما اضطرينا نعمل عمل جراحي وهيك فتنا بشيء كثير امن ونحن بالسيف سايد، شو رايك بهدول الشغلات؟ يعني بدي اعتذر منكم اول شيء واعتذر من الساده المشاهدين انه اقول انه اللي بينادي بهالموضوع هذا او اللي بيروج لهالموضوع فهي نوع من الكذب وقله الادب بكل صراحه. قطبه صغيره بتدفع العين. لانه اول شيء هو بيقتنع بقراره نفسه من جوا، بيعرف انه هالموضوع هذا ما نوارد، فهو
أو كان إذا كان مقتنع فيها بعد عملية عمليتين بيعرف إنه ما عم تودي لنتائج، فهو عم يخدع العالم الحقيقة. يعني ونحن كجراحين تجميل أسهل علينا إنه ما نعمل جراحة ولا نتعرض لاختلاطات ولا نتعرض لوجع رأس. ترهل أشفان أو تجميل الأشفان بيكون في عنا جلد زايد فائض من الجلد. فأنا شبهت لك إياها تحت الهواء إنه نحن عنا ملابس معينة، روب واسع جدا، صح، زيادة مقاسين ثلاثة، غسلناه وكويناه عدة مرات، عفوا للتبسيط الأمور، فنحن غسلناه وكويناه عدة مرات، ممكن يكش شوي لكن ممكن مو ممكن هالفائض الجلدي الكبير يروح. لذلك نحن إذا ما قمنا جلد، ما قصينا جلد، وما قمنا كتل شحمية، إذا عندي انتفاخ كيف أنا بدي روحه بكريم أو بعشبة أو بجهاز؟ يعني دائما نحن منطقة الأشفان هي منطقة الجلد بيكون كثير رقيق، وبالتالي مشان هيك تظهر الهاله السوداء، لانه الجلد رقيق عم يشف شفاف العضلات والاوعيه اللي تحته، الاوعيه المحتقنه. فنحن بس نعمل هالالتهاب البسيط بالكريم او نعمل الجهاز اللي تفضلتي عليه، نحن بنرقق الجلد وبالتالي بيشف اكثر، وبالتالي بيكون ترهل اكثر بالمستقبل. فبكل بساطه يعني الموضوع غير وارد، تضييع مصاري، موضوع تجاري بحت. مشان هيك جراحين التجميل ما بيعملوه، يعني لا إلي جراح تجميل واحد بيعمل عنده هذا الجهاز او بيتعامل بهذا التكنيك، يعني موضوع مراكز موضوع غير اخصائيين خلينا نقول. تمام، يعني اللي بيشتغلوا بمراكز يعني ما او غير اخصائيين، خلينا نقول غير اخصائيين. خلينا نروح لشيء مهم جدا، نحن بنخاف من المضاعفات السلبيه بعد كل عمل جراحي او كل اجراء. يعني من المضاعفات اللي بيقولوا عنا او من الامور اللي نحن بنخاف منها الندبات اللي بتنترك حول العين. اذا انا بدي شد جفني العلوي معناتها انا بدي قص جلد، القص كيف بيكون؟ باي انثناء وباي حركه؟ طب والسفلي كيف؟ نحن ما في تانيه بالجفن السفلي، لوين بنبعد عن الجفن؟ طبعا انا مثل ما حكيت مع نور قبل هوا كنا عم نتناقش بالموضوع انه جراحه التجميل ما في سحر، في قواعد معينه وفي مقالات معينه. ف دائما نحن اذا اتبعنا هالقواعد هي اللي موجوده بكل المؤتمرات وبكل الكتب ما نتعرض لاي اختلاطات. أوكي. فدائما نحن الشقوق تبع شد الاشفان او تجميل الاشفان هي شقوق مخفيه موجوده بالطيات الطبيعيه، اما بالطي الطبيعيه اللي موجوده داخل كسره الجفن العلوي تماما اللي هي غير مرئيه بنعمل جرحنا فيها، او انه بيكون تحت الاهداب مباشره تحت 3 ملم من الاهداب بحيث انه ما يظهر الجرح نهائيا. علما شيء اضافي انه بالنسبه للوجه الندبات فيه غير موجوده تقريبا، لذلك نحن ما بنخاف نهائيا. حتى لو كان الجسم بندب بغير مناطق بالاشفان او بالوجه بتلاقي الجسم ما بندب، سبحان الله، يعني فيه شيء دغري بتترمم الجلد بعد القيام بهذا. فدائما لا تخافوا من جروح شد الاشفان او تجميل الاشفان لانها هي جروح مخفيه. طيب كتير. دكتور، الستات اللي ممكن بيعانوا من سواد تحت العين، العيون المبطنه كثير اللي ممكن هي تكون عامل وراثي، هل بعمليه شد الاشفان نحن ممكن نتخلص منهم ولا لا؟ شد الاشفان للترهل فقط؟ لا، الهاله السوداء اللي هي سببها مثل ما حكينا انه الجلد الرقيق عم يشف النسج تحته كثير بيستفيد بنسبه 80 ل 90% من تجميل الاشفان او شد الاشفان اذا انعملت بحرفيه. ليش؟ لانه ال 50 ل 60% من سبب الهاله السوداء هو تراكب الجلد فوق بعضه، يعني مثل البرداي او الستاره بتلاقي القماش متكتل فوق بعضه متني فوق بعضه وبالتالي عم تعطي نوع من الاغمقاق او اللون الاسود. نحن مجرد شدينا هالجلد هذا وخففنا من الجلد المتراكب بالتالي صرنا سطح مستوي. حلو. وبالتالي صار ناصع اكثر وميال للبياض اكثر، بالاضافه لبعض الحالات نحن بنلجا الى انه نحن بنحط شويه شحم بين الجلد وبين العضلات اللي تحته، وبالتالي بنعمل حاجز بالتالي جلد الرقيق ما بيعود يبين الأوعية الدموية. تماما، ما بيعود يشوف الأوعية الدموية واللون الأحمر العضلات اللي موجودة تحته، وبالتالي نحن منريح الصبية أو الست من هذا السوداء اللي أكيد ما لجأت لنا غير ما استهلكت كل شيء كريمات وكل شيء أجهزة موجودة بالسوق، خلصت كل شيء ممكن يكون دلوا عليها جيرانها أو رفقاتها تمام. وهي الأحاديث اللي غير طبية أو دقيقة أو وسائل التواصل الاجتماعي أو وسيلة سحرية حدث ولا حرج. يعني اليوم استشر الجروب والصبايا والشباب فورا كل صبية على الجروب هي أشطر من أي جراح طبعا تجميل. وسألوني وأنا مجربة. طيب دكتور، قبل ما يداركنا الوقت، في شيء موضة هلأ صاير ما بعرف حتى بتجميل العيون اسمه موضة. طبعا يعني مثل ما قالت نور من شوي كات آيز أو طبعاً. العيون اللوزية أو بنشوفها يمكن بآسيا وشرق آسيا هالعيون. شو قصة العيون اللوزية؟ هلا العيون اللوزية أنا بتلاقيها يعني شيء حلو. العيون اللوزية هي السحبة اللي بنعطيها للعين، طبعا ليست الكات آيز. الكات آيز طبعا نحن يعني في مصطلحات ما عم نسمع فيها غير يعني الكتب ما أنا موجودة، نحن نسمع فيها بفيسبوك أو انستغرام. الكات آيز هو إنه نضيق زاوية العين
طبعا ضيق زاويه العين هي شغله خطيره لانه انت عم تضيق مجرى الدمع. طيب القطبه دكتور ممكن تنفك هي القطبه؟ القطبه بتعطي اول شيء ممكن يصير في عندنا تليف بالقطبه، ممكن يكون في التضيق اللي صاير تضيق غير متناظر، يعني بتلاقي عين ضيقه وعين مفتوحه. لكن العين اللوزيه هي سحبه العين من الخارج. يعني نحن نعمل شق كثير صغير 1 سم بفروه الراس غير ظاهر كثير بعيد الشق، ومنسلخ ومنفوت ونسحب زاويه العين بخيط تماما. فهي النتيجة أنا بلاقيها أنه ببعض الحالات هي نتائج كتير حلوة، لأنه بتعطي شباب، بتعطي نضارة، بتعطي ستايل معين. اللي هي هو الموضة اللي تفضلت فيه. يعني أنا ما بعرف، بدي بس أسأل هيك من خبرتك ونتشرف بخبرتك أكيد، ليش بيعملوا الكات آيز؟ يعني ليه بيصغروا بقطبة؟ شو ليه بيدوروا عينهم؟ يعني مشان يصير مثل القطط؟ لا يعني الشعب العربي هو شعب مقلد بشكل عام. فيعني تدرس الشغلة الكل بيسوقوا فيها، يعني فبدون وعي أو مطلوبة بدون مطلوبة هالأيام بسوريا كثير كثير. لكن أنا ما بعملها شخصيا، أنا ما بعملها لأنه مثل ما حكيت إنه إلها كثير نتائج سلبية وشغلة خطيرة جدا، بتأثر على الدمع، بتساوي احمرار ببياض العين. يعني عم تعمل شيء ضد الطبيعة، عم تعمل شيء ضد الطبيعة. يعني ما حدا بيعمل جرح بعينه مشان غيره يقول عنه حلو. اوكي طيب دكتور، او ستايلش ستايلش على الموضة تريندي. طيب دكتور خلينا نحكي، هل ممكن نحن نشرك عملية تشد الأجفان مع عمليات أخرى؟ اي طبعا، دائما دائما. يعني نحن مع عملية شد الوجه على سبيل المثال، سواء بوجود مواد مالية أو غيره، مع عملية تكبير الثدي، مع عملية تجميل الأنف، لانه هي عمليه بسيطه جدا. فهي ممكن يعني اكثر شيء مع الانف بيعملوا كثير، مع الانف او مع شد الوجه دائما. مع شد الوجه، لانه المريضه اللي بتجي بشد وجه بشكوى شد وجه بيكون عمره مثلا 50 60 سنه، اكيد حكما عنده شويه ترهل. فنحن مو معقول يكون نشد الوجه والرقبه ونعطيها ناقصها 15 سنه ويضلوا عيونها بعمر 60 سنه. فدائما نحن بنشملهم مع بعضهم. طيب ختاما دكتور، شو ممكن نعطي نصائح لكل حدا بده يعمل هالاجراء، وشو مطلوب من المريضه بعد ما تطلع من غرفه العمليات؟ طبعا دائما نحن النصيحه العامه اللي بنوجهها دائما انه بنسال المريضه انه هل عندك انت نقص رؤيه، هل عندك انت ضعف بالرؤيه. لازم يكون دائما لازم يعني هي تحرص قبل ما يقول لها طبيبها تعمل فحص عيون قبل العمليه، استشاره طبيب العيون. في كثير عالم بتقول لك انا ضعيف نظري، هو مع العلم انه هي العمليه ما لها علاقه نهائيا بالرؤيه ولا علاقه بكره العين. يعني نحن عم نشتغل برات العين، فدائما نحن بنعمل فحص عيون، بنعمل فحوصات طبيه بشكل عام، بنخير المريضه بين التخدير الموضعي او شيء اسمه سيديشن، تخدير يعني مشارك بنسميه. بتاخذ المريضه ابره بتزهزه شوي، بتنام شوي، لكن ليس تخدير عام. وانا هون كثير باكد على موضوع انه عمليه تجميد اجفان التغى او بطل شيء اسمه عمليه اجفان بالتخدير العام. دائما شو السبب دكتور؟ السبب انه لازم حتى تنجح عمليه تجميد اجفان يكون في استجابه من المريض اثناء الاجراء، لازم يكون في رياكشن. يعني نحن مشان ما نقص زياده، يعني مشان لانه نحن اذا بتخدير عام المريضه نايمه ونحن فرحانين انه في عندنا جلد زياده، فنحن نتيجه الثقه الزايده او عدم الخبره الزايده بنقص زياده. لكن نحن اذا كانت المريضه واعيه او سيديشن او مشارك، نطلب من المريضه اثناء العمليه اجراء فتح عيونك، سكري عيونك، افتحي تمك، بنعمل كل الرياكشن او كل حركات الوجه اللي ممكن تعملها المريضه بالحياه، بحيث انه نحن نقيم الجلد بالمليمتر تمام، يعني بشكل دقيق جدا، ونتحاشى موضوع الشطر. اذا كان نحن عندنا خبره كافيه وعملنا عمليه بالتخدير الموضعي، ما في سبب انه نقص جلد زياده. بالاضافه انه نحن بس عم نعمل تخدير عام، عم نرخي العضلات كلها وبين عضلات العين، وبالتالي ما عم تكون عندنا العين على حقيقتها على طاوله العمل الجراحي. فنحن بنحرص انه يكون تخدير بعد موضوعي. العمليه شو لازم تعمل؟ واهم شيء انه يكون بيد خبيره، لانه مثل ما حكينا انه هي جراحه المليمترات. يعني انا بشوف اي شخص عادي بيشوف العمليه على اليوتيوب بفوت بيطبقها بيقص الجلد وبيسكر انتهى. يعني اي شخص عنده شويه خبره جراحيه، لكن كثير بدها خبره قديش نقص وكيف نقص وين نقص. تمام، هي فن. ومثل ما حكينا هي عمليه بسيطه جدا، العواقب تبعها بالفتره الحاليه بايدي خبيره كثير سهله. بيعمل العمليه الواحد بعد نص ساعه بيقوم بيسوق سيارته بيروح على بيته. العمليه اذا صارت بخبره بتكون عمليه سريعه جدا، ما بتاخذ بايدنا اكثر من نص ساعه لتربع الساعه. كل ما قلت فتره العمل الجراحي كل ما خففنا مشاكل، الوزمه بتخف، الورم بخف، الزراء بخف، الالم بخف. فهي عمليه اليوم الواحد. ثاني يوم بيقدر المريض يتابع حياته بشكل طبيعي جدا وبشكل سهل جدا، ما في اي مشكله اي مضاعفات. ختاما دكتور ما ضل غير نتشكرك، يسعد لي صباحك واهلا وسهلا فيك. انا بتشكركم على ذوقكم ولطفكم. اهلا وسهلا فيك دكتور شادي. مشاهدينا صار وقت لننتقل لمساحتنا المخصصه للرياضه وتمارين الصباح. معكم كوتش ليندا رومي من أبتاون سبورت أكاديمي. رح ناخد مجموعة تمارين باستخدام العصا، هنشتغل على البالانس التوازن،
حنشتغل على عضلات الساق كاملة. حنبلش أول وضعية حناخد هلأ هون أنا حشغل الخصر، نفس الوقت حاشتغل على جانب الفخذ بالإضافة للعضلات الجانبية للبطن بالإضافة للتوازن. واحد، اثنين، ثلاث. أهم شيء ما نعمل ثني للكوع، تكون ممدودة. أربعة، خمس، ست، سبعة، ثمان. تمام، هنعمل ثلاث جولات لهي الجهة وننتقل للجهة الثانية، نعمل نفس التمرين. واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمس، ست، سبعة، ثمان. كمان هون هعمل ثلاث جولات، ثمان عدات. التمرين اللي بعده هنحط العصا بهذا الشكل، هاي طبعا لتساعدك على البالانس. تمام، هنعمل بداية نرفع الايد لفوق، نحاول نعمل واحد، اثنين، ثلاث، اربعة، خمس، ست، سبعة، ثمان. وهلأ اللي بعده فورا تحت للخلف، اثنين، لانجز، ثمان. حثبت هلأ، نعد، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمس، ست، سبعة، ثمان. حاول ثبت، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمس، ثمان. حروح خطوة للخلف وانزل، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة. بدي انتبه انه تكون عبارة عن الساق زاوية قائمة 90 درجة. سبعة، ثمان، ثبت. هلأ حأطلع كمان، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمس، ست، سبعة، ثمان. نفس اللي عملته للجهة اليمين هعمله للشمال. هلأ بس آخر شيء عشان الوقت، هناخد خطوة للخلف، تحت، اثنين، ثلاث، أربعة، نكمل لحد ثمان عدات. بنثبت تحت الحركة كمان بثمان ثواني، نرفع، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة،
خمس ست سبعة ثمان. هاي كانت مجموعة تمارين استهدفنا فيها عضلات الجلوتس والهيبس، واشتغلنا على التوازن فيها، اشتغلنا على الخصر. أتمنى تكونوا استفدتوا، لاقونا في حلقات جديدة. يعطيكم العافية. وهلأ رح نرجع لعند الشيف بشرى لنكمل باقي الطبق. تفضلي يا شيف. شكرا نور. هلأ رح نبلش بالطبق الثاني اللي هو البطاطا المحشية والمشوية. مقاديري أكيد في عندي بطاطا، عندي 4 حبات بطاطا وسط. هلأ رح أحكي كيف أنا شويتهم وفرغتهم، رح أحكي عن باقي المقادير. عندي جبنة أشقوان وجبنة شدر، عندي بصل أخضر تقريباً 2 حبات صغار أو 1 كبيرة، عندي 1/4 كوب نعنع أخضر مفروم ناعم، ونص كوب بقدونس مفروم ناعم كمان. البهارات هن الملح، فلفل أبيض وجوز الطيب. عندي 2 معلقة زبدة مدوبين، وعندي تقريباً 1/4 كوب كريم الطبخ. هلأ وأكيد عندي البطاطا اللي فرغتها من حبات البطاطا بعد ما انشوت. بالنسبة لحبات البطاطا أنا نقيتهم وسط مشان ما ياخذوا معي وقت طويل بالشوي. أكيد فيني استعمل الحبات أكبر، بس بهيك حالة رح ياخذوا وقت أطول بالشوي. غلفتهم بورق سلوفان أو ورق ألمنيوم وحطيتهم بالفرن. هلأ على هذا الحجم أخذوا تقريبا نص ساعة. إذا كانوا أكبر أكيد بياخذوا وقت أطول، بدهم شي 3/4 ساعة أكيد. بعد ما استووا ببين معي إذا لمستهم يعني بيصيروا طرايا، فبعد ما استووا تركتهم شوي ليبردوا. قمت ورق السلوفان قسمت كل حبة نصين، وبعدين فرغت الحبة بمعلقة. قمت كل البطاطا وحطيتهم هون. هلأ هاي البطاطا اللي فرغتها أنا بدي استعملها للحشوة، بس أكيد رح أضيف معاها كل المقادير اللي جهزناهم ما عدا الجبنة رح أحطها على الوش. هلأ هون عندي البطاطا أكيد هي مستوية وهرستها لحتى أقدر أحشي فيها حبات البطاطا. رح بلش بالزبدة، عندي 2 معلقة زبدة لحتى أضمن إنه الزبدة والكريمة اختلطوا منيح مع البطاطا. اللي فرغناهم من البطاطا 2 معلقة زبدة مدوبين، تقريبا 1/4 كوب كريمة، كريمة الطبخ. هلأ هدول بخلطهم منيح، بعدين ببلش بحط باقي المقادير. مثل ما قلت أنا بس بدي أول شيء الزبدة والكريمة تختلط مع البطاطا. أكيد يعني بتعطي طعمة كتير طيبة، يعني هدول النكهات كتير بيلبقوا مع البطاطا إن كانت مشوية أو مسلوقة. هلأ هون رح أحط باقي المقادير. عندي 1/2 كوب بقدونس مفروم ناعم، عندي 1/4 كوب نعنع أخضر مفروم ناعم كمان، 2 حبات بصل أخضر صغار أو 1 حبة كبيرة أو حسب الرغبة، يعني في ناس بيحبوا يكتروا بصل، ناس بيحبوا يقللوا، فحسب الرغبة. رح أحط شوية ملح، رح أحط فلفل أبيض وجوزة الطيب اللي هو يعني معظم أكلات البطاطا المشوية أو المسلوقة بنستعمل معاها أكيد جوزة الطيب. هلأ رح خلطهم منيح ورح بلش أحشي فيهم حبات البطاطا. هلأ هاي البطاطا بالفرن ما رح تاخذ وقت طويل لأنه عندي يعني البطاطا مستوية، وباقي المقادير ما بدي اياهم كتير يضلوا بالفرن. تاخذ تقريبا بين 5 دقائق ل7 دقائق بس لبين ما تذوب الجبنة اللي رح أحطها على الوش. بعد ما قلبهم منيح رح بلش أحشي الحبات. هلأ رح نشوف مع بعض كيف رح نحشيهم ورح نحط الجبنة فوقهم. مثل ما قلت أنا عم استعمل جبنة أشقوان وجبنة شدر، بس أنا ممكن استعمل أي نوع جبنة متوفرة عندي، بس هدول النوعين يعني أكتر شيء بحسهم إنه بيزبطوا مع هذا النوع من البطاطا. رح بلش أحشي حبات البطاطا. أكيد رح أحشي ورح أترك مجال إني أقدر أحط الجبنة على الوش. هلأ لبين ما أحشي رح أذكر نحن الدجاج شو عملنا فيه. الدجاج هلأ بالفرن رح يكون صار جاهز لوقت ما حضر أنا البطاطا وحطها بالفرن، بيكون الدجاج صار عندي جاهز. بعد ما قلينا شوي الدجاج بزيت زيتون، هلأ هي حبة البطاطا رح أحط جبنة من النوعين على الوش. ومثل ما قلت بدها بين 5 دقائق ل7 دقائق بفرن حرارته عالية بس لبين ما تذوب عندي الجبنة. بالنسبة للدجاج بعد ما قلينا حبات الدجاج أو قطع الدجاج
اللي هن المفرومين نفس فرمة الشيش بزيت نباتي. ضفنا معاهم كمان بصل، ثوم، البراسيا، بعدين حطيت البروكولي، السيئان، الفطر. بعد ما شوي يعني قليت كل مكون لحاله شوي، بعدين حطيت تقريبا كوب مرقة دجاج وتركتهم لحتى يغلوا شوي مع بعض. بعدين كنت محضرة نص كوب كريمة ونص كوب قشطة، ضفتهم بعد ما طفيت النار. وآخر شي حطيت الفطر الفريش معاهم بدون ما أقلي، حطيتهم بالفخارة. هلأ إذا ما عندي فخارة أنا ممكن استعمل أي صينية فرن، ممكن صينية بايركس كمان، وحط بدهم بالفرن يعني لبين ما دوب الجبنة اللي حطيتها على الفوق. آخر شي حطيت جبنة أشقوان كمان وجبنة شدر، بدهم يعني تقريبا شي ربع ساعة بالفرن أو ثلث ساعة ممكن. مثل ما قلت يعني أنا تقريبا المكونات عندي تقريبا مستوية، فما بدها وقت طويل بالفرن. هلأ أنا رح كمل حبات البطاطا مثل ما شفنا هون كيف عملناهم، وأكيد هلأ بآخر الحلقة رح نشوف كيف رح نقدم الطبقين، وأكيد لوقتها أنا رح أترككم تابعوا باقي الفقرات ورح أرجع لكم. شكرا كثير لك يا شيف. شكرا يا شيف بشرة. وبدنا نرجع نذكر إنه المطبخ المنزلي صح هو مشروع قديم، لكن بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة صرنا نشوف عدد كبير من السيدات اللي الله يبارك بإيديهن عم يشتغلوا بمطابخ بيوتهم ومنازلهم ليحولوها لمصدر رزق لإلهم ولعائلاتهم. رح نتعرف سوا على قصة لين سعد الدين مع المطبخ المنزلي بتقرير أياد دمشقي. لين سعد الدين وجدت بالمطبخ عالم خاص فيها تحت مسمى بيزنس الأكل البيتي. ورغم أنه علاقتها بالمطبخ والطبخ كانت صفر وشبه معدومة، لكن الحاجة أم الاختراع. من بعد ما تخرجت مرقت علينا يعني كنا خلال الأزمة، فمرق علينا وضع عائلي واضطرينا أنه نكون كذا عائلة ببيت واحد، فلمعت ببالي فكرة الطبخ. بلشت بال 2017 ولا كان لي أي صلة بالطبخ، بس يعني كنت أول ما بلش أتعلم يعني كان عندي شوية خبرة، فيعني كرست هالشي بالمشروع اللي كنت مخططت له. تعلمت من أهلي وتعلمت من ماما وكمان سجلت دورات، يعني كله مع بعضه طلع الكل لين. بالوقت يلي الكتار عم يعانوا فيه من قلة فرص العمل أو ندرتها، قدرت لين تكون سند حقيقي لزوجة وعائلتها بسبب وضوح هدفها وحسن إدارتها يلي اكتسبتها من اختصاصها الجامعي. ببالي إنه يكون عندي مطبخي الخاص فيني، وإنه نكون ناخذ طلبيات مثلا على مجال أوسع، نستلم حفلات أكبر. هلا أول ما بلشت أشتغل بالأكلات السواريهات المالحة، يعني لوازم أعياد الميلاد والحفلات ومفرزات. بعدين هلا زدنا الأصناف، صرنا ناخذ طلبيات طبخ وزدنا أصناف المفرزات، فيعني توسعنا أكثر. بأي طلبية إنه بشتغلها طبعا يعني تكون إلي لمستي الخاصة فيها، يعني كأني عم بشتغل لبيتي. عم بشتغل مع ربات منزل نساء سوريات بيساعدوني وبيشتغلوا معي. هلا اكيد الثقه ما بتجي بيوم وليله، يعني اول شيء الاكل الطيب، النفس، النظافه، الذوق، طريقه التقديم، كله هذا بيلعب دور. والتجربه يعني الناس لما بتجرب بتلاقي لقمه طيبه ونظافه فبصيروا بيدلوا بعضهم، وهي كانت يعني الثقه بيني وبينه. لين مثل كتير سيدات بالمجتمع السوري، وبرغم انه فكره المطابخ المنزليه قديمه، لكن الأوضاع الاقتصادية الصعبة يلي رافقت الحرب ساهمت بانتشارها بشكل كبير، ولا سيما بظل سهولة تأسيسها وسرعة إنتاجها وضمان ربحها شريطة مراعاة شروط النجاح. بهالدنيا ما في شيء مستحيل. الإنسان لما بحط أمله برب العالمين وإنه بيكون يعني دؤوب بالعمل أكيد بينجح وبيوصل للمطرح اللي هو بده. أبراجنا وحظوظنا وشو مخبينا الفلك، نجلة أباني رح تخبرنا. يسعد لي صباحك يا نجلة. صباح الخير يا مدام. يا نور صباح الخير يا ورد. صباح الخير للجميع، ضلوا دايما بخير وأيامكم سعيدة. اليوم 25 شباط
يعني كواكبنا ما زالت في أماكنها، أغلبها في برج الجدي اللي هنا المشتري، إلى جانب المريخ، إلى جانب زحل، ثلاثة في الجدي. طبعاً زهرة في برج الحمل وهي بمكان معاكس، ويمكن هذا اللي عم بيخلينا بالمجمل كلياتنا عصبيين، إضافة إلى تراجع عطارد اللي هو كوكب السفر والأوراق، مستندات الذكاء عم بيخلينا بالتراجع، هيك نتصرف تصرفات مثلاً مضحكة أو شوي غبية بالنسبة لألنا، يعني غير معتادة. أنا قصدت هاي التصرفات اللي بتصير معنا عفوية وما بتكون كتير مقصودة. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اللي عنده لسه شعور شوي بعدم الأمان، بغض النظر وأنا بشوف اليوم أفضل من اليومين اللي مرقوا، بس لسه في نوع من أنواع التصرفات اللي ممكن تفاجئك أو تستغربها أو تقول هاي القصة كيف عم بتصير مثلاً، أو شوي منفعل أو بالحدود الدنيا مانك كتير مهتم. على كل الأحوال أنا بقول لبكرة أمورك أريح بكتير، حتى المساء أمورك أريح بكتير. حاول مولود برج الحمل أنه تحيط نفسك بأشخاص إيجابيين، زيارات، لقاءات، اتصالات لمولود برج الثور. وإذا بدك نصيحتي، إذا عندك قصة مهمة مولود برج الثور اعملها اليوم ولا تأجلها لبكرة، يمكن بكرة ما يكون كتير لك خلق. اليوم في أشخاص أنت بتحبهم افتقدتهم هن حواليك، أو علاقاتك الاجتماعية تعتبر الأفضل، مرتاح وهادئ بمن حولك. مولود الجوزاء لسه الأمور ما كتير مستقرة، ما بعرف الظروف عم تتصرك إنك تبرر ثم تبرر ثم تبرر، يعني أنا بقول الأمور ما كتير مريحة بالنسبة لك، حاول تكون متحفظ بكلامك لأنه أمورك الشخصية يعني لا تعتبر كتير الأريح. ما بعرف إذا في القصة العلاقة بنقاط ضعف نقاط قوة، عم لازم هون تعزز هون تقلل، يعني حساسيتك صايرة زايدة بهاي الكم يوم، مع أنه الأمور بكرة أفضل بكتير. على كل إن أنت اليوم مولود الجوزاء عم بتشوف الأمور يا بيضة يا سودة، وأكيد الأمور ما هيك. مولود برج السرطان اليوم عم بعيش ساعات فرح ومحبة، يمكن دورة تدريبية جديدة، يمكن عم بيضاعف جهوده، يمكن عم بيفكر بجديد، يمكن عم تسعد لتغيير أو تقدير أو حتى تعاطف، بس بالغالب في ابتسامة اليوم على وشك، في إحساس أنه أنا رايد أعمل تغييرات والتغييرات اليوم متاحة. مولود برج الأسد اليوم كمان بالمجمل مرتاح، مساعدات أو جهد شخصي عم بيودي لك أيام إيجابية، وعلى فكرة 3-4 أيام كلهم هدول ممكن يكونوا حلوين بالنسبة لك، لحل لبعض القضايا أو توسيع أفق بالنسبة لك أو أمنية، مع أنه تراجع وطارد عم بيخلي الأمور بالنسبة لك تتأجل شوي، بس اليوم بالذات لحظوظ مساعدة ولقاءات مهمة. تأجيل ثم تأجيل لمولود برج العذراء، وصلى يومين ثلاثة، يا هو ما له خلق، يا في قصص ما عم تزبط معه، يا بدق لناس ما بيردوا عليه، يا يعني الأمور أخذ طابع هيك بعض التأجيل، مع أنه أنا بعتبر اليوم أفضل من اليومين اللي راحوا. مع ذلك لسه في حواليك نوع من أنواع الأحداث التي ليست من صنعك، أو محتاج أنه تخفف عصبية، أو محتاج أنك ما تهمل أمورك. يمكن اليوم تستاء من طلب ليس له جواب مثلاً، أو نوع من أنواع المفاجآت السلبية. مولود برج الميزان اليوم داخل بمتاهات وزحمة أعمال، رغم أنه عنده جزء من مضايقات نفسية، بس مضطر اليوم يضغط على نفسه ليخلص أموره، خاصة أنه شغله كتير وفي شيء صح أعتقد مضايقه لألو أو لأحد أفراد العائلة، بس حاول تنهي كل ما هو ضروري اليوم، يعني رح يضله اليوم بكل التعب اللي فيه، تعب العملي قصدت، رح يضله أفضل من بكرة وبعد بكرة. مولود برج العقرب اليوم ما في اعتراض على ما تقول، يوم إيجابي لألك لأمور عملية، لأمور شخصية، للقاء، لشرح وجهة نظرك. اليوم أفضل شيء أنك تشرح وجهة نظرك، تحكي اللي مضايقك اللي زعجك، لأنه في حظوظ مساعدة جداً، وخاصة لجديد هو الشهر كله بوجود أغلب الكواكب في برج الحوت، مبشر لجديد لمولود برج العقرب. مولود برج القوس صار له كم يوم مكركب الآن، ضايق خلقه، في حواليه بعض المشاكل اللي ما عم بيلاقي لها حلول، وأنت كمان من الأشخاص العصبيين اللي لازم ترد على كل قصة ما بتعجبك. هلأ فيها فوات صغيرة فينا نمرقها بلطف وبهدوء، بعيداً على أنه نضل نصطدم بمن حولنا. اليوم مولود برج القوس عنده إحساس أنه في حدا هيك لابس قناع بحبه هو ما بيحبه، يعني قصدي أنه هاي الأقنعة اللي بيلبسوها بعض الأشخاص مجاملة يمكن، ف
فبيعملوا لنا توتر انه انا بعرف انه انت ما بتحبني يعني، بس يعني ما في داعي انه تفرجيني محبه مثلا، خلص عادي بتمر. مولود برج الجدي اليوم للحركه للنشاط، بس خذ مني نصيحه، اذا عندك قصه مهمه اعملها اليوم، لا تاجلها لبكره، لانه اليوم لمصالحات او اتصالات او اصدقاء، والحياه هي الفتره ممتازه لترتب امورك مع الاخرين او ليكون عندك تفاؤل او نشاط او حظوظ ايجابيه او حتى اجواء مؤيده وداعمه. مولود برج الدلو بالغالب عم بتناقش امور ماليه وفعليا عم بتحاول تعمل توازن. انا برايي هالشهرين ما كانوا سيئين لمولود برج الدلو على الصعيد المالي، السوق كان بيصرفك الاكثر مما يجب، او انه انت طالع اصلا من اشهر من اواخر هذيك السنه فيها جزء من تعب مالي، فهلا دوبك عم بتوفي او بترتب. هلا الشهر القادم ممكن يكون مو كثير مريح ماليا بدخول الزهره لبرج الثور ابتداء من 5/3، رح يجعل الشهر الثالث ما كثير مرتاح على الصعيد المالي للدلو، لذلك انا قولي تعمل لك شويه توازن. مولود برج الحوت اليوم للنشاط، للحظوظ المساعده، لتشعر انه في تعاطف من الناس اللي حواليك، خاصه عمليا عم تنهي اعمالك بشكل ايجابي، انت القائد الموجه لمن حولك، اصدقاء حواليك اليوم تبدو في احسن حالاتك وقد تنتصر في قضيه تهمك. مولود 25، كل عام وانتم بخير، يجعل ايامكم سعيده. حساس، مجامل، خجول، ما بتحس عليه الا بينسل من بين ايديك عموما، اصدقائه قلائل، ذاكرته خياليه، بحب العزله والوحده، بحب يعيش لحاله حتى، بيقعد بيطلع على الناس اللي حواليه، بيشوف كل نقاط ضعفهم، قوتهم، بيحاول يرتب اموره وبيروح باتجاه مصلحته بلطف بهدوء بعيدا عن الاستعراض. من الاشخاص اللي بيحبوا الاخرين وبيمنحوهم كل شيء بيقدروا عليه، حالم، رومانسي، محب، ودود، يهب نفسه للعمل بالمجمل. السنة للسفر، للتعارف، للهجة مختلفة عن لهجتك، لتشعر انه في ايجابيات، قد يكون عقد جديد، بيت جديد، ارتباط وارد، خطبة، مع انه انا بقول بين الرابع والثامن ما حتكون كثير مرتاح عاطفيا، فبدك تروق بهي الفترات، تحاول تاخذ قرارات بالقرب وليس بالبعد، لانه انا بظن انه هالاشهر رح تكون فيها جزء من تعب، بغض النظر انه بقيه السنه كلها رح تكون ايجابيه وجيده. يسعد صباحكم وتضلوا دائما بخير. وتضلي دائما بخير. بتبلشوا من عندكم؟ رح ناخذ اول مشاركه معنا لما بنت صبيحه 12/2/89، حابه تعرف عن كل شيء، اول شيء السفر، الشيء المادي والعاطفي، وشو مخبيت لها 2020؟ لما سنه جيده، سنه للتغييرات على الارض بامتياز. هلا انا بقول يا هي سنه ارتباط يا سنه سفر. طبعا انت صينيا برج الناس المحظوظه هذا العام، بس هو بين الرابع والثامن عندك قصص العلاقه بتغييرات، سفر وارد، وارد لما سنه بالمجمل ايجابيه. من عندك يا مدام اذا بتتكرمي. فهد 94 بعيد العمال، هو واحد ايار، يسعد اوقاتك يا فهد. فهد انت عندك مشكله حقيقيه في العناد، يعني انت عنيد جدا 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 جدا. الواحد وايار و94 كله يدل على انه انت مفرط في العناد. مشكلة العنيدين انه اذا قالوا لا على قصة فهي لا للابد، ايه على قصة فهي ايه للابد. انا بقول انت تحتاج اكثر مرونة تكون يا فهد، مع انه اسمك له علاقة بالمرونة، فان شاء الله تكون قادر تستفيد منه. يعني من المفيد انه نحن نلحق الصح، احيانا بنكون خاصة بهي الاعمار يعني ما بيكون الرأي تبعنا انه انا صح هو صح مطلق، في شيء حدا ممكن يدلنا على صح افضل منه يكون افضل مثلا. هلا انا بعتبرها السنه للحظوظ القصوى، بس انا بيخطر لي لعيد ميلادك قبلها بشوي لتبلش الامور تريح بالنسبه لك او تشعر انه في تغييرات عموما. هنادي واحمد يسعد اوقاتكم. حتكرهيني يا هنادي. هنادي هي العلاقه للتجاذب وليس للتوافق. انا اعتذر، المشكله لا صينيا ولا غربيا، يعني لا الصيني مريح ولا الغربي مريح. هلا انا ما عندي مشكله بالزواج انه نحن ما نكون كثير متماثلين او ما نكون كثير يعني اوكي بالتنازلات، بتمشي العلاقات. المشكله انه اثنيناتكم مو تبعون تنازلات، اثنيناتكم تحبين العائله الاطفال، بس بالمجمل انت برايك انا صح مطلق وما عندي استعداد اتنازل عن الصح تبعي. هو كمان هو مو بس يعني الصح تبعه ما بيتنازل عنه، هو من الاشخاص اللي بده انت تقولي له حاضر فوقه يعني.
لذلك أنا ما كتير بشوف العلاقة الأفضل. بالمجمل يا هنادي الله يقدم لك كثير خير يا رب العالمين. داليا من مواليد 93، يسعد أوقاتك يا داليا. هلأ أنا بعتبرها سنة للحظوظ القصوى، بس تعبك عائلي يا داليا، بدك تنتقلي من مكان لمكان، بدك تسافري، بدك تبعدي عن عائلتك مثلا، يمكن يكون في شيء من هذا القبيل. نور عبود هي دراسيا عم تسألني. نور هلأ في حظوظ، بس انتي روحي من الأشخاص اللي بتدرسي من هون بتنسي اللي درستي من هون. بالله إذا بيعمل لك حظ هالقده وإذا بيجيكي حظ هالقده، إذا انتي بتنسي اللي درستي وما بتركزي أثناء الدراسة وبتقدمي امتحانك على الورقة، حدا كتير مستعجل بيكتب بسرعة وبيطلع لبرا بسرعة. أنا شو استفدت بالحظوظ بهي الحالات؟ نور ركزي روحي، لأنه في حظوظ مساعدة وبيزعل لو ما جبتي علامات تبيض الوش. يسعد صباحكم وتضلوا دائما بخير. وتضلي دائما بخير يا نجلة، دائما النورات بتراجع طيب ما بيكونوا مركزين. إيه لا لا بس هي جوزاء هي أنا بقول دائما جديا الجوزاء والدلو والميزان الهوائيين يفترض يكتبوا، يعني يدرسوا ويكتبوا اللي درسوا. تمام ما لازم. هلا أنا بكتب عذري كيف؟ ببعت على الواتساب مشان اتذكر. ايه تصوري لأنه عندهم فعلا مشكلة اصلا يعني. اصلا ما بعرف أنا بستغرب من الطلاب خاصة الفرع العلمي اللي بيدرسوا بدون ما يكتبوا. أكيد ما في كتب. هلا نحن العزراء على كل الأخصائيين الكتابة يعني. أخصائيين كتاب نكتب إن كنا علمي ولا أدبي. كل خطوطه حلوة حتى يعني خطه حلو بيبقى من كتر الكتابة. شكرا كثير يا مرام سعيد صباحك. رح نروح بالكاميرا لعند الشيف بشرة لنشوف طبقنا بشكله النهائي اليوم. الشيف عامل مشوي ومحشي وشي هيك بالفرن وشي فيه لمسات كتير حلوة. خبرينا طريقة التقديم يا شيف. الشيش بالفخارة أو الدجاج بالفخارة خليني سميها، لأنه هي ما يعني تقطيعة الدجاج شيش بس هي مو تتبيلة شيش. تمام. الدجاج بالفخارة بعد ما طبقت المكونات وحطيت الجبنة حطيتها بالفرن، أخذت تقريبا 20 دقيقة. والبطاطا كمان حطيتها بالفرن لبين ما بلشت تدوب الجبنة، لأنه باقي المكونات عندي مستوية. فهي هدول أطباقنا لليوم. طبقين. والله هدول مو أطباق يا شيف، هدول شي ملوكي. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك يا شيف. والشكر الأكبر لكم مشاهدينا ولمتابعتكم اليومية لنا. بيتجدد موعدنا معكم بكرة، تبقوا بألف خير. مثل ما قلتي يا نور ببداية الحلقة بلشت هيك الأجواء تعتدل. أكيد والجو يصير حلو. يصير الجو حلو على طول ونقدر نعمل كل النشاطات اللي منحبها. منشوفكم بكرة.